الطفل الشهيد يحيى كليب. 11 رمضان، 6 سنوات. هذا ما يعدونها به بشار الأسد. لا خروجه مجانا مصاب بن عمير كرم الزيتون. أصيب وطلق بالرأس أثناء خروجه من مسجد جامع مصعب بن عمير في مدينة كرم الزيتون. لا إله إلا الله. هذه إنجازاتك يا بشار الأسد. 6 سنوات. لا إله إلا الله.